السلام عليكم طلاب، نكمل المحاضرة. آخر شيء في الفيديو السابق توقفنا عند موضوع why switching. ليش switching؟ إحنا دا نقرأ كورس عن switching routing، فإحنا لازم أول شيء نعرف إحنا هو ليش دا نستخدم switching أو الغرض من عنده. زين. If you have many more hosts have moved into the network، إحنا نريد نكبر النتورك، صار عندنا devices جديدة موجودة عندنا في النتورك، so it's time to upgrade. لازم نطور الشبكة مالتنا. That new high capacity infrastructure لازم البنية التحتية يكون عندها القابلية تستوعب هذا العدد اللي راح يجينا إلى النتورك، اللي هي الأجهزة اللي راح تنضاف إلى النتورك. إذا نلاحظ الفيجر هذا الرقم 2، إذا تتذكرون الفيجر الأول أو الشبكة الأولى كان عندنا فقط 2 مشتركين وعندنا بجهاز هاب مربوط بيناتهم. زين، هسه احنا كبرنا الشبكة، بوب وجون صاروا متصلين عندنا بهب، وسالي انضمت إلى الشبكة مالتنا ولكن مربوطة عن طريق السويتش، مربوطة عن طريق السويتش. إذا السويتش ينضاف عندنا إلى الشبكة. Shows network that's been segmented with the switch. طبعا هاي الشبكة الواحدة قسمناها عن طريق السيجمنت، يعني هذا الشبكة متكونة من قسمين حاليا، اللي هو القسم الأول الموجود به جون وبوب، العفو بوب وجون، وعندنا القسم الثاني موجودة به سالي. قسمت الشبكة إلى قسمين. طبعا اللي أعطانا هاي الإمكانية هو إضافة السويتش. زين. Making each network segment that connected to the switch it won't separate collision domain. طلاب إذا تذكرون المثال السابق قلنا الشبكة هاي اللي مربوطة عن طريق الهب موجود به collision domain واحد و broadcast domain واحد، ولكن عن طريق إضافة السويتش الشبكة الوحدة قدرنا نقسم collision domain إلى جزئين. يعني هسه جون وبوب عندهم collision domain واحد وسالي عندها collision domain واحد، ماكو شيء collision domain مشترك ما بين الجزء الأول والجزء الثاني. اللي إمكانها الإمكانية هو إضافة السويتش. إذا واحدة من أهمية السويتش أو من فوائد السويتش إنه هو يقسم لي الشبكة إلى two collision domain. زين، من قسمنا الشبكة إذا two collision domain ما معناها الهوست الأجهزة الموجودة هنا اللي هو البوب وجون، جون من يسوي من يدز مسج معين، مجبور بوب من يدز مسج معين، هاي المسج راح يوصل لجون وسالي، لأنهم راح يوصلهم لأنهم اثنيناتهم موجودين بودكاست، راح يوصل الاثنين، ولكن فقط جون لازم يجيب بوب، سالي ما مجبورة تجيب أو تجاوب بوب على هاي الرسالة، لأن الدومين مال الكوليجن مختلف عن الدومين الموجود بجون وبوب. إذا بهالحالة قدرنا نقلل الترافيك الموجود في الشبكة، لأن إذا كان قبلها ما موجود سويتش وسالي مربوطة عن طريق الهب لازم أيضا كانت سالي تجاوب بوب على الرسالة اللي أرسلها. إذا الكوليجن دومين راح يصير مفصول عندنا، وذلك الفصل نقدر نحققه عن طريق استخدام السويتش. بينما إذا تلاحظون هذا الجزء الآخر اللي هو البودكاست دومين اللي يغطي الشبكة كاملة، فما معناه إذا البوب يسوي بودكاست فجون راح يوصل البودكاست وسالي أيضا راح يوصل البودكاست. إذا البودكاست ظل نفسه، فقط الكوليجن دومين صار مختلف عندنا. زين، إحنا قلنا داخل الكوليجن دومين الواحد ما يقدرون two devices يرسلون بنفس الوقت. إذا أرسلوا هاي المسج أو البيانات راح تتصادم بيناتها، collision إذا ترجمها تصادم. فإذا هنا بهاي الشبكة هي شبكة نفسها، ولكن في هذا الدومين في هذا المجال اللي موجود به بوب وجون، إذا بوب وجون أرسلوا رسالة في نفس الوقت فهاي الرسالة راح تتأذى، راح تروح، راح يصير باصطدام، فلازم يعيدون إرسال الرسالة. ما معنى بوب وجون لازم ما يرسلون بنفس الوقت، بينما سالي هسه خرجت وصار عندها collision domain خاص بها، تقدر سالي تس رسالة في نفس الوقت إذا كان جون وبوب يرسلون رسالة، هذا ما يسبب لي collision لأن هما من نفس الدومين. إذا هاي واحدة من الفوائد استخدام السويتش أو سبب استخدام السويتش. زين، in the figure 2 because each port of a switch is a single collision domain، يعني إحنا عندنا هذا الجزء عنده collision domain خاص به وهذا الجزء به collision domain خاص به. We gain more bandwidth for the user. بهالحالة قدرنا نكبر الباندويث، يعني إحنا إذا كلهم كانوا موجودين بنفس الكوليجن دومين إحنا الباندويث قليل عندنا، يعني
يعني الباندوز شنو معناها؟ الداتا ريت اللي ممكن أن ننقلها، أو نقدر نقول الباندوز تعريفه maximum rate of data transfer across given path، يعني إحنا الباث هذا الطريق هذا شقد maximum نقدر ننقل بيانات. فإحنا عن طريق فصل collision domain خلينا كل جزء من الشبكة اللي هو المربوط عن طريق السويتش إلى الكوليجن دومين خاص به. إذا بهالحالة إحنا زيدنا الباندوز. But switches don't break up broadcast domain by default. طبعاً إحنا شرحنا قبل شوية السويتش ما يفصل للبودكاست domain. البودكاست راح يظل مشترك ما بين الهوستس الموجودين عندنا. زين. So this is still only one broadcast domain. إذا يبقى عندنا البودكاست domain واحد. Which is not so good. ولكن هذا الشيء مو جيد. هذا أيضاً لازم نعالجه في المستقبل. نحل إنه البودكاست أيضاً يسبب لي فد ترافيك بالشبكة. لأن أنت من بوب يريد يرسل بودكاست كل الأجهزة راح يوصلها البودكاست هذا، وهذا أيضاً غير جيد. This can work on really small network, but to expand it at all. يعني هذا ممكن السويتش إذا عندنا شبكة صغيرة نريد نكبرها نقدر نستخدم السويتش. We would need to break up the network to the smaller broadcast domain. ولكن في المستقبل كشبكات أكبر نفضل إنه إحنا نقسم البودكاست domain إلى أجزاء صغيرة. Or our users won't get enough bandwidth. أو يكون عندنا الباندوث قليل ما يقدرون اليوزرز يحصلون على الباندوث الكافي حتى يرسلون بياناتهم. Therefore, if Bob had needed to send broadcast, everyone include Sally would have received it. طبعا إذا بوب يريد يسوي بودكاست الكل راح تستلمه من ضمنهم سالي اللي موجودة بغير collision domain. ولكن إحنا عندنا البودكاست domain واحد نفسه. Possibly causing unnecessary congestion. طبعا البودكاست هذا يسبب لي اختناقات مرورية، يعني خلينا نشبهها بحياتنا اليومية، يعني يسوي لي ازدحام بالشوارع. يعني احنا احتمال هذا الرسالة اللي يريد يسوي له بودكاست بوب يريد يسوي له بودكاست ما مفروض انه يوصل لسالي، ما يعني سالي ما يشمل هاي الرسالة، فهي اول وتالي من هو بودكاست راح يوصلها لنفس الدومين. فيقول لك هذا الشيء غير ضروري، مرات يسوي اختناقات غير ضرورية. Here's list of the some of the things that commonly cause land traffic congestion. يعني شنو هو اللي راح يسبب الاختلاقات مرورية أو الاختناقات سوي اللي خلينا نشيل كلمة مرورية اللي راح يسبب الاختناقات في الشبكة. أسباب كثيرة، من ضمن هاي الأسباب too many hosts in the collision or broadcast domain. يعني يقول لك عندنا أكثر من مضيف أو أكثر من جهاز مربوط بنفس البودكاست أو موجود عندنا بنفس الcollision domain، فهذا يسبب لي congestion يعني اختناق. بودكاست ستروم أو الأجهزة كلها في آن واحد تسوي بودكاست، فهذا السبب أيضا يسوي لي فد إعصار أو فد عاصفة من البودكاست. وطبعا هاي الأجهزة المشتركة بهذا البودكاست ستريم نسميها تشيرنوبل. Too much multicast traffic أو يكون عندنا multicast هواية. يعني شنو معنى multicast؟ إنه جهاز واحد ينقل بيانات إلى عدة أجهزة، ولكن يختلف عن البودكاست. لازم تفرقون طلاب بين المالتيكاست والبودكاست. البودكاست شكو ديفايزز موجودة بنفس الدومين يوصل الرسالة. المالتيكاست لا، السندر هو يحدد يا جهاز يروح عنده المسج، مثلا يحدد من مجموع 10 أجهزة موجودين بنفس الدومين 5 هو اللي يحدد السيندر، هو يحدد. هاي العملية نسميها multicast أو نقدر نسميها one to many. low bandwidth طبعا إذا كان عندنا الباندويث قليل، يعني data rate عملية المساحة data rate البيانات نقل البيانات قليلة أيضا يسبب لي congestion. adding hubs for connectivity to the network أو نضيف أعداد كبيرة من الهابس هاي أيضا يسبب لي broadcast أو bunch of the ARP بودكاست. هاي طبعا يجي لاحقا راح نجي نشرحها بالتفصيل. طلاب بهذا الفيديو يكون في هذا الجزء الثاني يكون قد كملنا المحاضرة رقم 1. أتمنى إذا عندكم استفسار أو شيء آخر تواصلوا معايا معكم. بس مع تمنياتي بالصحة والسلامة لجميع طلابنا، وإلى اللقاء في المحاضرة الثانية.